صباح الخير البنات، كي صبحتو؟ لاباس عليكم؟ صباح التلج واللون الابيض. اول يوم في كولورادو امريكا طاح عندنا هاد التلج هذا. انا تعبت كنصور لكم من السرجم ديال البيت الناس. الله فقت هادي 11 ديال الصباح. فيقة معطلة لأنه اليوم الحد. مع هاد الجو هذا تيجيك النعاس، تبغي تبقى يا ناعسة. وشوفوا التلج غزال، المنظر غزال، لأنه أنا في الدار باش نكون خدامة في الصباح والتلج يعني ما تنبغيش. اي واحد ما تيبغيش فاش يكون خدام، لانه مع السوقان والبرد. مي دابا انا في الدار هنصور لكم واحد الصباح ديالي في الدار فاش ما تنكونش خدامه. ايوا دابا يا غادي نمشي ندخل الحمام، ومن بعد غادي نصور لكم الفطور ديالي ديال الريجيم، لانه انا متبع واحد الريجيم، واحد الفطور ماشي زوين ولكن يعني تنفع للريجيم. وهذا الريجيم هذا شفت عليه نتائج الحمد لله. انا غدا معاه بشويه بشويه. اوكي من بعد نتلاقاو. لوك الباب كيحماق على التلج كيتسنى فيا دابا. ها هو يا لوك. هاي قولوا صباح الخير. لوك لوك صباح الخير. هو قبل الباب. هاي يلا نو سلام سلام لوك سلام جود بوي. يلا اب يلا جو صافي. باش وقت الفطور ديالي وجدت واحد بيضه وحده في الريجيم، بيضه وحده، الكمون، درت واحد قطيره ديال زيت العود صافي. نص خبيز عربي من الاحسن، احسن من الطوس، لانه الطوس يكون فيه السكر، تيكونوا عاجنينه بالسكر او بالعسل. وقهيوه بالقرفه وسكيم ميلك يعني حليب خالي الدهون. هذا هو الفطور ديالي. ولكن في الغداء يوم الحد يعني يوم السابع عندي فري لانش، يعني نقدر ناكل اي حاجه في الغداء. دابا نفطر ومن بعد نتلاقاو باش نشوفو شنو غادي نديرو للغدا اليوم. فاش فطرت ساليت دابا هي غادي ندير الفطور. غادي ندير الفطور الفطور سهله. غادي نصبن لانه الاكثريه تنصبن نهار الحد ولا السبت باش نكون جالسه. بغيت نوريكم هذا، باش نوريكم هذا تي باش ندير تيد ندير هذا، تعطي واحد الريحه زوينه في سميتو في الحوايج، تخليهم مرطبين. تنديرو واخا مره تندير بيكربونات الصودا وتندير الخل الابيض حتى هو مزيان. فاش نبغي نشفهم تندير هذا هاد الوريقات هادو، تلوحهم في الحوايج. هادو تنديرهم زعما تعطيو ريحه زوينه، يعني واخا جربت الخل وداكشي ولكن هادو زوينين تعطيو واحد الريحه زوينه. دابا غادي نصب الحوايج باش نطويهم باش ما يبقاوش يتجمعوا عليا كلهم، يعني نصبن ونطوي. ندير ماكينه ديال الالوان وماكينه ديال البيض على حسب الحوايج اللي كاينين في هاد السيمانه هادي ونشوف. عند لعبه اليوم جديده وفرحان. لوك شنو عندك؟ شنو فرحه الفرحه في مساكن همايا؟ كمان جبت دادي. نو جبت دادي. نو جبت نو نو جبت دادي. نو شوف الفرحه شوف الفرحه شوف الفرحه. نو اوب جود بوي جود بوي جيت ات. واو لوك جود بوي جود بوي. سبحان الله. نقولوا اليوم جديدة. ها
وفيها الاورنج ديال هالوين. ها يلا هاف فان لوك هاف فان. دابا غنوريكم الطريقه ديال شي هادو تخديناهم من وول مارت. كناخذوا هاد الكروفيت هذا تيجي في لي بات اولا تديروه هكا صوتي مع الخضره تيجي زوين. خدينا هاد الحوت هذا حتى هو تيجي زوين، اما ديري اما تقليوه او ديروا فيه اللي قاموا ديروا في الفران تيجي. خدينا هاد المسلس هادو هادو تيقولوا لهم اللي ما عرفش يقولوا لهم بحال بوزروق هكا بهاد ديولهم هاد فواكه البحر حتى هما زوينين في البات. خدينا هاد الدجاج هاد تيجي زوين تيجي سبايسي، هذا تيدار في الفران ساهل. خدينا هادو اللوك هاد السناك ديالو كيحماق عليهم هادو كنعطيوهم ليه وحده ولا جوج في النهار ديال اللوك هادو. انا ما مشيتش، انا بقيت كنجمع في الدار، راجلي هو اللي مشى تقدا. كاين هادو الخضره هادي تجي ساهله، هادي يمكن هي اللي غادي دير حيت ملي ما غنديروا الطاجين يمكن هي اللي غادي دير في الطاجين او ديروها جاست فور مايكروويف هكذا مع الحيمه ولا الدجاج ولا شي حاجه. هذا قلتو عليه هذا خداه ولدي. خديت تناخذ انا هاد الدانون هذا ما فيه لا سكر لا والو لو فات، هذا وليت ناخذ خدا هاد الحليب هذا تيجي هكا ديروه في الشعريه ولا في شي مره تيديروه في القهوه او تيدار في محسوبه وداكشي بحال الحليب الحك ديال المغرب. خدا هاد اللفت هذا ما عرفتش غادي يدير بيه واش غادي يدير في الطاجين، لفت اللفت البيض. خدا هاد القريعه خضراء. خدا هاد لابستر ها هويا بحال هكا تيكون هاد لابستر تا هو خداه تجي زوين. هاو هاد الحليب عاوتاني هذا خداه، خدا شويه التفاح، خدا هاد المناديل الورقيه ديال الكوزينه باش نمسحو بهم يدينا، خدا هاد الماكله ديال اللوك هاد الحكيكات هادو تنعطيوه مره في النهار حكيك هكا، وخدا هاد الميكر ديال التيد هذا هو اللي تناخدو حنايا نشوف اوكي. هذا رخيص وزوين هاد التيد هذا هو اللي تصبن به الحوايج صافي. هاد الشيء هادي التقديه هادي اللي خدينا لانه مازال عندنا التقديه في الثلاجه وكلشي قريب لينا ماشي بزاف ماشي بعيد يعني، ولكن بالطوموبيل ماشي على رجليك مره واحد تيمشي تقضى بالسيمانه. هذه هي التقضيه ديال اليوم يوم الاحد، يوم متلج، يوم عطله في امريكا، يعني الخدمه العمل الشاق ضروري، وسورتو في الثلج ما تخرجوش بزاف يعني ضروري تقابلي دارك فاش يكون الصيف ضروري واحد يخرج. اوكي دابا غادي نمشيو باش نوجدوا الطويجين، يلا بقاو معايا. البنا مع خيزو مع القرعة مع البصلة الصغيرة كركبة، وغنديرو الزيتين لولا زيت العود ديال المغرب اليوم تحك زيت يز زوينة فهمتيني عرفتي بحال هكدا شي نص كاس ديال زيت العود. غنشدو دوك الحيمات ديالنا، انا مرة غنديرو الدجاج ما غنديروش اللحم كما شفتو، راه قطعناهم بحال هكا فلحناهم باش دخل ليهم هداك، وقلت قطتهم شويه في الماء والملحه والخل بيض بحال الشكل
غادي نشدو التوابل نديرو خرقهم بالبلدي ونديرو من تخافوش الطاجين خصو بالقياس نبدا نطيبش بالمعالق بالقياس. واش شفتي طيب المعالق؟ أما اللي شاف ها شاف صغير ديال لاكار ديال لاكار الكبير. يوم نديرو شويه ديال التحميرة حلوة ماشي الحارة حنا ماشي مكسيك نضحك. هادو الطواجن ديال الجبال. أيه ياه إيوا شدو واحد مليحة وشويه مليحة بحال هكا غير قياس نايمين ايه وندير شوية ديال البزار هكا تا هما ايه من بعد غنشدو اول حاجة غادي كيما شفتو عندنا بصلة بصلة بيضاء شارحة شرائح اليوم غنديرو طاجين ديال الدكتور الفايد فيه الخضر كلها مشكلة لا هذا ديال الدكتور فؤاد لا اختي علاش قلتي لي سميتي ما تنعاون انا لا هو من الاحسن ناكلو الخضرة سيرتو بحال دابا هي اللفت والقرعة ما كناش ناكلو هاد الشيء هذاك الشيء عندنا حنا في الجبال تيطولو في العمر باوي تياكل اللوز تياكل القرقاع زيت العود يشربوا تيشربوا داك الاعشاب مع اتاي يا هاتي ميجي بقطع لنا بصله يعني كلشي تعرفي ديال الطواجن ولكن حنا درنا لكم اليوم طاجين من امريكا من يد رجل في المطبخ هو اللي تيطيب الطواجن على فكره في الدار حنا غادي نديروه هنايا نشدو ديك البصيله نديرها من الفوق بحال اوكي تيني يا سيدي شي بحال هكا اي هكا غيجي هذا مع تبارك الله قولي تبارك الله تبارك الله تبارك الله صلى على النبي دجاج مع القامه زيت العود بصيله ما تقولش واو تبارك الله تبارك الله عرفتيه فوق الفاخر وتيطيب على برا في الثلج واو تبارك الله فيها غيجي غنشدو هادي حنا عندنا ديما فروزن كنحطو الطوميجا الثلج جايه هذا زبينه وخيز ومقطعين قاعدين قاعدين غنديرهم بحال تيكون ديجا هما مقادين نديرهم ها وفيهم الماء لان غيكونوا متلجين غتيكون فيهم الماء باش الانسان ما يزيد ديال المعلقة ديال القياس درنا جوج الراية المغربية الحمر والخضر الراية المغربية ما طيشة باقا عندنا من الفوق هادي ما حمرش بزاف خيزة باهتة الراية باهتة يلا نقطعو القرعة دابا القرعة نقطعوها بحال هكا القرعة هادي زوينة القرعة ديال ايطاليا اوكي ودابا هي في هاد الطواجن اللي تناكل الخضره بزاف في ايام اخرى ما تناكلش خضره بزاف نعم هادي يعني وصحيه تطيب بزاف
صوصو مع البرد ما تقدرش تاكل لي سالاد باردين، يعني تبغى تاكل خضيره تكون سخونه. نشدو هي اوكي نزوقو بها حنا دابا فاش نكونو جالسين من الخدمة عاد نديرو شي طبخ مغربي، اما الايام الاخرى ديك 5 ايام ولا 6 ايام هاديك ديال لا، يعني كور وعطي العوار، يعني اي حاجة ساهلة ولا في الزنقة ولا ناكل في الخدمة. اما دابا هي بحال دابا نهير ولا يومين تنديرو شي ميكلة هكدا نعقلو عليها. ايوا هدا هو المجتمع الامريكي. وصرتو هنا ما كاينش منين غادي تشري هادشي، يعني ضروري راسك طيبو راسك. حنا خليناكم تشوفوا الطاجين، يعني من الالف الى الياء. الدجاج ما رقدناش في الإقامة، هو تيبغي يديرو هكدا هكدا مباشرة ويدير الإقامة من فوقو، لكن عندكم الوقت ممكن تقضوه الليلة وعاد ديرو في الطاجين. حنا درناه مباشرة، غسلناه بالماء والملح والخل، ممكن تغسلو بالحامض. دابا تيقطع في اللفت الأبيض هذا زوين، هذا اللي تجي بنين. وحنا ما تنفكروش نديرو اما في الكسكسو ولا في الصوبة، صافي مرة ميون ديان تجي بنين، يعني تجي بنين هو يبقى طاجين. اوكي نديروه دابا طاجين عامر تبارك الله بخضيرة. حنا دابا ما تنتغداو حتى شي 4:30 ولا 5، لانه تنفيقو مع الطلين تنفطرو مع الطلين. الاكثريه يعني الحياه في امريكا الواحد تيكون بوحدو، كتشهى شي حاجه خصو يطيبها لراسو ويجمع ليها هو وعائلتو. الاكثريه قليله تيكونوا هكا مصاحبين وهكا مغاربه وداكشي، ولكن الاكثريه تيبغيو التقار وتيكونوا من خدمتهم لدارهم. وهذه نصيحة من وزارة الصحة، التقار أحسن. ماشي وزارة الصحة ديال المغرب، وزارة الصحة ديالنا. يعني التقار من خدمتكم لداركم أحسن، تهنيو راسكم وأحسن، وما كاينش الوقت anyway. شنو هادو بصيلات؟ هادوك بصيلات هو بصيلات صغيورين. إيجا كتيبان هنا بعدين نقطعو مطيشة حتى هي غنديروها من الفوق. يعني هذا طاجين ديال الجبال، دوك لي تلقاوهم حاطينهم في الجبال فاش تمشيو ل سميتها هاديك في الجبال في بني ملال شلالات أوزود. هادوك زوينين تيكونو هاكا حاطينهم. المهم صافي مطيشة وحدة فراك تفوق منها شوية الربيع. هاي على القرفة، دير فوق منها شوية الإقامة عاود.
وبعث شويه لا غندير لك خمام من الفوق عاود ياه لا غندير عشويه ديال سميتو انا عارف شنو ندير قريفه ها هي دابا تلقى باش هاد ديك ما تشات تخرج مع البصيره تخرج ديك الحلاوه ديالها ياك يمكن شويه قريفه شويه الملح الخضراء ماشيش باسله شنو البزار عديت كنا نتقبل الورقة عديت كوب البزار كله شوية ديال الزعفران شوية الزعفران شعرة شوي كيف اللي سميته جنجبير تنديرو الثومة لا ما تنديرش الثومة تديرش الثومة درت البصلة انا بصلة مجهدة دار شوية الثومة في الدجاج دير البصلة شوية ديال نحترمو الآراء نحترمو الأذواق ديرو مويها ولا لا 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 تطلق يطلق هو الماء من الخضرة اوكي صافي دابا نديوه فوق المجمر ان شاء الله ايه طيب دابا غادي نسدو عليه نغطيو ها انت نديرو اللي غليقه بحال هكذا ديالو هاي 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 وهذا لا طاجين الواليده هذا اه الطاجين هذا من المغرب هذا هو المجمر نعم تنطيبو عليه حنايا الطواجن ها هو دابا شعال خمع الثلج والبرد نوريكم الشردة هاي الثلج لوك تلعب نديرو الطواجن هنايا نخليه شي ساعتين بحال الوقت ياخد ساعتين ونص ساعتين ونص اوكي داكشي صافي صافي يلا دابا نخليك يطيب نرجعو ليك يلا الطواجن ديالنا كيف جا درتو مع شويه الزيتون كحل وخبيز عربي وهذاك المجمر اللي بقى شاعل درت فيه مقارج ديال الماء باش نديرو اتاي مورا الطاجين هانتوما كيفاش جا تقريبا جات خدا شي ساعتين ونص ديال الطياب وهذا هو النهار ديالنا ديال الحد كيف دوزتو نتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم هاد الصباح هذا ديال الحد يعجبكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ونهار اخر ان شاء الله دابا نخليكم نتلاقاو في فيديو اخر ونتلاقاو في فيديو اخر ونهار جديد ان شاء الله يلا باي باي مع السلامه